واصل مؤيدو مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي احتفالاتهم بعد إعلان حزب الحرية والعدالة فوز مرشحه على منافسه أحمد شفيق في السباق الرئاسي في مصر ب 52% مقابل 48% لشفيق. لجنة الانتخابات الرئاسية أكدت في المقابل استمرار اللجان بجمع النتائج على أن يتم الإعلان الرسمي لاسم الفائز يوم الخميس المقبل. إذن الدكتور محمد مرسي اكتفى بأرقام حزبه وتوجه بكلمة للمصريين شكلت خطاباً رئاسياً طمأن خلالها كل المصريين ومن بينهم المسيحيين بالعمل من أجل الحرية والديمقراطية والتنمية والسلام. لسنا بصدد انتقام ولسنا بصدد تصفية حسابات، ولكننا جميعاً أشقاء هذا الوطن، أصحابه جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات. الترويج لفوز مرسي لقي رفضا قاطعا من قبل حملة المرشح أحمد شفيق التي رأت في استباق الإعلان الرسمي عن النتائج محاولة لاختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب. تشير تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة إلى أن الفريق دكتور أحمد شفيق متقدم على منافسه بنسبة تتراوح ما بين 51.5% و 52%. وسط كل هذا أكد المجلس العسكري الحاكم أنه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بحلول 30 حزيران وأن الرئيس سيتمتع بكامل صلاحياته. نحن نؤكد على التزام المجلس الأعلى بتسليم السلطة قبل نهاية يونيو. وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك وفي تعليق على الانتخابات المصرية أعرب عن أمله بوصول رئيس يحترم التزامات مصر الدولية ومن بينها اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل والالتزام بأمن صحراء سيناء. هذا وعامة الاحتفالات مدينة غزة بدعوة من حركة حماس مع تأكيد الغزيين بأن فوز مرسي هو فوز للفلسطينيين وانتصار لقضيتهم.